وده بفضل طبعا السياسات الخاطئة لكل اللي مسكوا مصر من ساعتها لحد دلوقتي. فبقول فيها نعي الجنيه، مات الجنيه وألف رحمة ونور عليه، فقيد بنوك القاهرة، أخو ريال، والد دراهم والبرايز والشلن، وجد فلس، ونسيب لعائلة الدينار. التحقيقات في المركزي بتقول دي موتة ربنا، والشائعات بتقول غلط، ده انتحار. الأمر جد مفيش هزار، مات الجنيه وألف رحمة ونور عليه. كان الفقيد راجل شديد، وكان زمان بيجيب ذهب ويشيل حديد، وفي آخر العمر المديد سموه حمام، لأنه كان بيطير أوام لكن سقط من غير وداع من غير كلام. مات الجنيه وألف رحمة ونور عليه، ننعيه إليكم بينما نتمنى للسيد دولار طول البقاء والانتشار في جميع بوتيكات البلد، في جميع محلات اللعب، وفي كل أسواق الخضار. ننعي الجنيه لكل من يهفو إليه من الجماعة المفلسين والمفلسات، وألف رحمة ونور عليه، ولا عزاء للملمات. الله يرحمه ويحسن إليه. أستاذ جمال، هنطلع فاصل قصير ونرجع يعني نستمتع بشوية سياسة وشويتين